طبعا الحراس يعني انت عندك في النادي الاهلي اسماء حراس مميزين جدا، ودايما المنتخب يمكن الوطني المنتخب المصري ده على مستوى التاريخ هو دايما هو دايما صحيح الحارس المنتخب الوطني دايما بيكون من النادي الاهلي، فدي خطوه جيده جدا. النهارده كل واحد بذل جهد وتعب وعمل انجازات وتاريخ في مصر بيتكرم هنا، ولازم بيتم تكريمه بالشكل اللائق له. علشان كده اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة قررت تكرم المدربين المصريين اللي حققوا إنجازات مع منتخب مصر. فعملت إيه بقى؟ وضعت أو يعني في الفترة دي بيتم تجهيز صورهم هتكون موجودة على مدخل الجبلية ضمن عمليات التجديد الحالية اللي بيقوم بيها اتحاد الكورة، على رأسهم طبعا كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه، كابتن أنا حسن شحاتة، شوقي غريب. النهاردة اللجنة الخماسية خلدت أسماء وأساطير، الحقيقة أساطير الكرة المصرية في نادي المية، بوضع أسمائهم على جدران اتحاد الكرة، على رأسهم حسن الشاذلي، مصطفى رياض، السيد الدزوي، محمود الخطيب، حسام حسن، في أسماء كتيرة جدا. فالنهاردة كمان يمكن مسؤولين اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة بيقوموا ببعض التعديلات على مبنى الجبلية زي ما قلنا، وبيستعينوا النهاردة بإحدى الشركات علشان يطوروا مدخل مقر الاتحاد تحديدا. وفي كمان صور لقمصان منتخب مصر هيتم وضعها مع جانب طبعا الصور اللي اتكلمنا عليها، إلى جانب صورة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي. كل ده إجراءات يعني نقدر نقول عليها شكل من أشكال التكريم اللي بيجهزها اتحاد الكورة كمان لمحمد بعد ما تم تتويجه بلقب البريمير ليج. شيء مهم جدا، اعتقد كان متأخر من فترات طويلة طبعا، بس الحمد لله انه حصل. لا يعني صحيح، انا بتكلم ان اللجنة الخماسية رغم المشاكل اللي بتمر بيها، لكن بصراحة بكل أمانة بتشتغل بشكل احترافي. النهارده بتطوير مبنى اتحاد الكوره، طبعا اتحاد الكوره المبنى كان محتاج الكلام دوت من فتره طويله، وكمان تخليد اسماء النجوم العظام اللي مثلوا مصر في اكتر من 100 مباراه دوليه كمان بيتم تكريمهم، هيوضع اسمائهم على جدران اتحاد الكوره. ده غير طبعا تكريم نجمنا الكبير محمد صلاح اللي يستحق كل التكريم، ويكون ليه طبعا ممكن يكون كمان ليه تمثال داخل اتحاد الكوره، لكن اتحاد الكوره بيمشي اعتقد في خطوات حتى على المستوى التطوير النفسي والتطوير المبنى بشكل رائع جدا. نتمنى لهم طبعا كل التوفيق.